مركز متقدم بقيادة العميد حسام حسن. إن شاء الله نستمتع معا بهذا اللقاء اللي بدأ منذ قليل كده، ونشوف الركلة الحرة المباشرة لنادي الزمالك مع بداية اللقاء اللي بيلعب على الشمال على شاشة قناة نيل الرياضة بزيه الأبيض والألوان الحمراء كده، وعلى اليمين النادي المصري بالزي الأخضر، ونشوف العرضية الزملكاوية في بداية اللقاء، واتخطفت جوه الجول جوه الجول. الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، رقم 4 وسام العبدي على طول يقابل بضربة رأس تسكن الكرة شباك محمد عبد المنصف، لترتفع أعلام نادي الزمالك، لترتفع أصوات جماهير نادي الزمالك، تكسو الألوان البيضاء استاد الكلية الحربية، وهدف مبكر جدا. وادي العرضية الزملكاوية برأسك يا عبدي داخل الشباك على طول داخل شباك جورج وا، يتقدم نادي الزمالك مع بداية اللقاء. ادي العرضية وادي الرأسية برأس تونسية تحتسب لنادي الزمالك هدف، يتقدم نادي الزمالك في بداية اللقاء.